اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وكله على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم وإخوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، ومنَّ علينا جميعًا بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام، اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وكل مكان، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيمحى عنه كل ذنب ووزر، ويرفع له كل الدرجات وعظيم المثوبة والأجر، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا وكل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، وعاف مرضاهم، وردهم سالمين غانمين، منصورين مغفرين، يا قوي يا عزيز. اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا وأراد أمننا ووحدتنا واجتماعنا واستقرارنا ورخاءنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد رمضان علينا أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن وولاة أمرنا وبلادنا في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.